انا بابا شريف غني عالتعريف وانا اسمى يا ناس لا بنت شريف ودخلنا بقى في فرض القرارات والسيطره مع حبه تخويف انا بابا يا بنت واديني زعل سوري يا حبيبتي يا ما استحملت بتدوس لي على الوتر الحساس علشان تكسب جوله وخلاص الموضوع بينا ده اكبر من مشكله في اسامي ده صراع داير من عصر رحيل رمسيس الثاني ما هو اي جيل في فرق سنين بينهم هتلاقي دايما عاملين ناهر ونير طبعا عارفين هنحلها فين انا وبنتي ايه ده؟ ايه؟ ايه اللي انت عاملاه في رجلك ده؟ اختلاف جزمة بتلمع وجزمة مش بتلمع؟ يعني واحدة وواحدة كده ليه عاملة كده؟ زي لعبة الكورة، ايه المشكلة؟ ايوه لعبة الكورة بيعملوا كده اللي بيلعبوا في الملعب بيبقى عنده تفاؤل بجزمة وجزمة لون ولون، انت بتعملي كده ليه؟ عشان ابقى مميزة المثل بيقول اللي عنده عقل وراس بيعمل زي ما بتعمل الناس لا، المثل بيقول خالف تعرف لا خالف تعرف دي لما بقى انا وانت في حوار ومختلفين واقول لك حاجه تقولي لا كذا اقول لك كذا تقولي لا كذا اقول لك هو ايه خالف تعرف لا مش عشان كده امال معناه ايه علشان الخالف تعرف دي معناها ان انت تبقى مميز خالف عشان تعرف اه يا صلاه النبي احسن طب اهدى بس اهدى بس انا هادي اهو انا هجيب لك ضيفه دلوقتي هتكلمنا عن الاختلاف حاجات لذيذه كمان معاها مين دعاء جويش دعاء جويش اهلا يا دعاء ازيكم نورتينا الله يخليكي على الكيرلز الحلوه ميرسي يا حبيبتي لا وريحه شعرك حلوه كمان حلوه ازاي حضرتك صراحه حلو فعلا وريحه تحفه ربنا يخليك بجد والله اه مش هتعرف انت انا بس اللي هعرف اخباركم ايه نورتينا الله يخليكي ثانك يو جويش عندها حاجه اسمها هير ادكت زي كانت عامله اونلاين هي طبعا هتقول لنا بس انا بقول لك عشان انا عارفاها وبحبها الله يخليك انت عارفاها من الاول يعني اه انا كمان بحبك قوي والله متابعاها اه طبعا لان هي غيرت فكرتي عن فكره الشعر الكيرلي انت عارف كل الناس دايما تقعد تقول ايه الله بنتك حلوه قوي بس لو شعرها مفرود شويه أوه. الكيرلز دي البنات يعني الكيرلي ده اللي هو المجعد يعني اللي هو زي الشعر الحاجات المجعد. الحلوه دي الله يخليك اه والله ما شاء الله فهي عامله كانت بيج على الانستغرام وعلى الفيسبوك وكده وابتدت الموضوع يتطور وبقت عامله هير برودكتس يعني عامله منتجات للشعر والله وعامله تشالنجز وعامله حاجات بقى هنعرف منها طب دعاء يعني الله يخليك يعني المنتجات اللي انت بتعمليها هي اللي عامله في شعرك كده حاجات كتيرة جدا عاملة في شعري كده طب احكي لي انت بتعملي ايه؟ هقول لكم دلوقتي احنا الهير ادكت بحب ان انا افكر فيه دايما على انه حركة اجتماعية على انه حاجة بتشجع الستات ان هم يحبوا نفسهم كفاية ويحتفظوا بشعرهم في شكله الطبيعي طب انا معلش انا بحب يعني في حاجات يعني في النص احب اسال عليه يعني ايه هير ادكت هير ادكت يعني هي يعني لو هناخد الترجمه الحرفيه يعني هير يعني شعر وادكت يعني مدمن لحاجه بيحبها جدا فيعني نقدر نقول محب الشعر محب الشعر بدرجه شديده جدا تمام فيعني انا ما ببصش للهير ادكت على انه سوشيال ميديا بلاتفورم او موقع للتواصل الاجتماعي على قد ما هو حركه اجتماعيه بتدعو الستات ان هم يحبوا شعرهم كفايه ويحبوا نفسهم كفايه ان هم يسيبوه على طبيعته ومش بس كده ان هم يستثمروا الوقت والمجهود الكافي ان هو يوصل الى درجه صحيه معينه بحيث ان هم يبقوا فخورين بيه وبشكله مش ان هم يبقوا متضايقين ان انا سايباه ومش عاملاه وكل الكلام ده فهو زي ما نقول كده هي اولا واخيرا حركه اجتماعيه بتدعو الناس او الستات ان هم يحبوا شعرهم كفايه بحيث ان هم يسيبوا كل حاجه على طبيعتها يحبوا نفسهم ويحبوا شعرهم والبنات كمان تحب الموضوع ده لانه بيحصل تنمر للاطفال الصغيره اه طبعا بالنسبه لواحده تبقى شعرها ناعم انا شخصيا عندي تجربه على الموضوع ده ان زمان كلنا على فكره صاحبتي كان شعرها ناعم قوي وقعدت تقولي ان شعرك عامل زي المطبات فزعلت جدا ورجعت لمامتي وقلت لها انا عايزه شعري يبقى ناعم وما يبقاش فيه اي كيرلز دلوقتي بقى نفسي ارجع تاني لان انا كان شعري كيرلي زي ده فاكر بوب شعري زمان كان كيرلي زي فكان نفسي ارجع للموضوع ده وعايزه كل الاطفال بالذات الاطفال يبقوا حابين شكلهم وحابين شعرهم حتى لو كيرلي ودي حاجه حلوه مش حتى لو كيرلي هو كيرلي ده حلو هو طالما يعني هو ده شعرهم الطبيعي يبقى اكيد احلى حاجه عليهم واكيد احلى حاجه بتلاقي لهم هي القصه انه كمان لما حد بيقول لبنت صغيره انت شعرك هايش او مش حلو ده بيسيب واقع نفسي مش لطيف
وللاسف الكالتشر عندنا انه بدل ما الام مثلا ساعات تهتم بالشعر بحيث ان هي توصله ان يبقى شكله حلو وهو كيرلي او مجعد، بتقول لا صحيح ما انا بنتي شعري هايش، وبعدين بتاخدها بتعمل كرياتين وبروتين وكل الكلام ده، لدرجه في الاخر ان هو بيبقى ستريت قوي او بينزل حته واحده من كتر ما هو تالف ودامجت. فتبتدي البنت تفتكر ان هي شعرها هايش بس، مش شعرها كيرلي ولا مجعد، ان هو هايش بس، ولازم تخش في السايكل بتاعه ان هي تفرده طول حياتها، لاما بالسشوار لاما بالكرياتين لاما بالبروتين، وتفقد الثقة إن هي تعكسه أو تسيبه في حالته الطبيعية. لدرجة إن إحنا لما كنا بنتكلم على الجروب، إحنا ابتدينا الأول إن إحنا ندعو إلى استخدام وسائل طبيعية لتحسين صحة الشعر، فابتدت الناس تجرب كل الكلام ده وابتدت تشوف نتيجة من أول مرة، وابتدوا يشاركوا مع بعض إزاي إن الموضوع ده بيساعدهم. فقلنا طب وليه مش خطوة تانية إن إحنا نسيب شعرنا من غير حرارة على طبيعته؟ كانت عامله حاجه اسمها هيت فري تشالنج. بالظبط. يعني ايه؟ يعني يبقى شعر بدون حراره، هي قالت كده شعر بدون حراره، تحدي بدون حراره. ان احنا بنعمل حاجات كتيره لشعرنا على الجروب، ان احنا نخليه الحراره دي اللي هي السشوار، اللي هي السشوار والكرياتين او البروتين او البيبي ليس او كل الكلام ده. فابتدينا حاجه اسمها تحدي بلا حراره. فلما ابتدينا التحدي ده، الناس كلها كانت خايفه جدا ان هي تسيب شعرها من غير سشوار. يعني الاذى النفسي اللي وقع عليهم من الكومنتس او التعليقات بتاعه الناس او من اللي كانوا بيسمعوه قبل كده، وصل لدرجه ان هي ما ينفعش تسيب شعرها يوم واحد من غير سشوار. طب انا هنزل ازاي؟ طب انا هروح الشغل ازاي؟ طب انا هروح فرح ازاي؟ فالحمد لله من قوه الجروب قدرنا ان احنا نشجع بعض، وان احنا نحط صور لنفسنا اول ما بننزل من غير سشوار، عشان في الاول الشعر طبعا بيبقى تالف فما بيبقاش في احسن صوره ليه. كنا بنشجع بعض وكنا دايما بندي كلام حلو لبعض بحيث ان احنا نتشجع وننزل ونسيبه. مع الوقت ومع استعاده الحيويه للشعر وصحته بيبقى شكله احسن، فالبنت بتستعيد الثقه بنفسها وبتبتدي تنزل بيه فعلا بدون حراره. وانا عاوزه اقول لكم حاجه تانية كمان، اللي احنا اكتشفناه على الجروب انه لما الواحده بتستعيد الثقه في نفسها وشعرها بيتحول من مصدر كان لمضايقات لمصدر مجامله. يعني انتوا قلتوا لي ان انا شعري شكله حلو صح؟ انا زمان كانت الناس بتتريق على شعري وانا صغيره، كانت دايما يقولوا لي شكل شعرك هايش. فكم قميه السعاده الواحد بياخدها لما حاجه كانت مضايقاه قبل كده وقدر ان هو يحولها لحاجه بقت مصدر فخر او مصدر تعليقات حلوه او مجامله، حاجه كبيره جدا طبعا. فالبنت بتاخد ثقه في نفسها في حاجات تانية كتيره قوي. طب انا مثلا ما كنتش بلعب رياضه، لا انا هتشجع والعب رياضه. طب انا مثلا مش عارفه اعمل اي حاجه في الشغل، لا انا هتشجع. وكمان تاثير الموضوع ده بيبقى ان هي ما بتبقاش بتسمع لتعليقات الناس زي الاول. يعني انا في الاول انا انزل طب وانا الناس هتقول ايه على شعري، لا شكله حلو لا شكله مش حلو. لما بتبتدي تعمل تحدي بلا حراره وتبتدي تستعيد الثقه في شعرها على الرغم من ان تعليقات الناس في معظم الاحيان مش قد كده، بتقول لا انا بعد كده بقى مش هسمع كل تعليقات الناس اللي هي المضره ليا، وهعمل اللي فيه مصلحتي. فهو الموضوع هو فعلا شعر بيتكلم على الشعر. طب انا عندي سؤال مهم جدا. او عايز مش سؤال، عايز حل. ايوه. في بنات كتير من الصغيرين اللي هم ابتدائي واعدادي وثانوي، وبالذات ابتدائي واعدادي، الازمه بتاعتهم الصبح هم رايحين المدرسه، ايوه، لما مامتهم بتسرح لهم شعرهم ان هم بيتوجعوا، بيبقى في صويت وصريخ لانه بتقعد تسرح لها شعرها وشعرها ماسك في بعضه قوي وكده. في حلول للموضوع ده؟ لان طبعاً البنات بتتعذب. ايوه طبعا. هو معظم الشعب المصري شعره مجعد او كيرلي، وهو وسائل العنايه بيه مش متعرف عليها قوي. فمثلا الام بتسلك شعر بنتها وهو ناشف، في حين ان الشعر المجعد او الشعر الكيرلي ما ينفعش ان هو يتسلك وهو ناشف، لازم يبقى عليه كونديشنر او عليه بلسم وهو مبلول، علشان يبقى فيه سليب يتزحلق وهو بيتسرح وبالتالي يتسلك. ما يوجعهاش. بالظبط. ففي يعني مستوى من التوعيه لازم نوصل ليه معين لما نبقى امهات لبنات صغيره شعرها كيرلي، علشان نقدر نعتني بيه. واكتشلي من اكتر الحاجات اللي انا فخوره بيها على الهير ادكت ان في امهات كتيره جدا بتحط بوستات على الجروب ودايما متابعه ودايما بتسال ازاي عاملوا شعر بنتهم او ابنهم حتى على فكره الكيرلي. لدرجه ان في امهات لسه يعني ما سابتش شعرها من غير حراره ولسه بتعمله، ومع ذلك مهتمين جدا ان هم يعرفوا ازاي الشعر الكيرلي بنقدر نتعامل معاه. يعني الام عليها مسؤوليه ايه طبعاً عشان تخلي بنتها تحب شكلها كده؟
ما تبقاش متضايقه وما تبقاش متعكننه، وازاي نوصل للبنات الصغيرين لغايه ما يكبروا. ساعات بنت بتبقى شعرها مجعد قوي او خشن قوي، فلما بتقابل واحده صاحبتها او كده شعرها ناعم بتبص لها بتبقى نفسها تبقى زيها. ايوه انا فاحنا عايزين نقول لها لا انت وانت كده انت في جمال لشعرك بالشكل ده. خالف تعرف يعني؟ لا ده مش خالف تعرف خالص. الله. لا هي مختلفة فعشان كده مميزة. علشان كده مميزة. اما تجاوبني علشان عايز اسألها رأيها في عايز اسألك. طب خالف تعرف ولا ايه؟ عشان ولا المثل التاني مش أي حاجة تعملها اسمها حلوة الصراحة. حبيبتي الصراحة. أنا مروح أنا مروح خلاص. بانت الحكاية. والله رجع لي شعري كيرلي ف يعني أنت موافقة على المثل بتاع اسمها خالف تعرف؟ أيوه طبعًا يعني خلاص. أنت مش شايف ما شاء الله كل حاجة بتعملها لطيفة. ولا اللي عنده عقل وراس يعمل زي ما بتعمل الناس. لا يعمل زي ما بتعمل الناس إزاي؟ طبعًا كل واحد لازم يعكس شخصيته ولازم يبين اليونيكنس بتاعته أو يعني. يعني ما يعملش زي ما بتعمل الناس، يعمل اللي هو عايزه. لا طبعًا يعمل اللي هو عاوزه لأن هو يعني هي قاعدة كده بجزمة فردة وفردة كده عشان خاطرك بس بعد ده هغيرها. عشان هما الاثنين حلوين فهي عاوزة تورينا ان الاثنين حلوين. جميلة قوي. مجاملة جدا جدا. مضربة كمان يعني. انما لازم نقول للبنات عايزك توجهي رسالة قبل ما نقفل معاكي للبنات اللي بيزعلوا على شعرهم وبيبصوا لغيرهم من شعرهم ناعم ونفسهم يبقى زيهم، نقول لهم ايه؟ طيب هي أول حاجة لو احنا هناخد من منطلق أو من منظور الأم، الأم لازم هي نفسها كمان تعتنق شعرها الطبيعي، لازم تسيبه على طبيعته، تمام؟ فدي أول حاجة بتبين للبنت إنه هي لازم تسيب شعرها على طبيعته وإن دي لازم حاجة تفتخر بيها، لأن هي لو شافت مامتها على طول عاملة شعرها في حين إن هي بتنصحها إن هي تسيب شعرها على طبيعته مش هتقتنع بكلام. صح. تاني حاجة لازم الأم تقول لبنتها إنه مفيش حاجة اسمها شعر خشن وشعر ناعم، لأن دي يعني مرتبطة بحاجة سلبية ودي مرتبطة بحاجة إيجابية. في حاجة اسمها شعر مفرود وفي حاجة اسمها شعر مجعد وفي حاجة اسمها شعر ويفي، وكل نوع من أنواع الشعر ليه جماله وكل نوع من أنواع الشعر ليه مميزاته وليه عيوبه. ده بيبقى مفرود فسهل التعامل معاه ولكن البنت ممكن تزهق منه بعد فترة. ده بيبقى صعب التعامل معاه ولكن بيبقى ممكن يتعامل بيه حاجات كتيرة في تغيير شكله. فكل الكلام ده لازم الأمهات تعرفوا ولازم تقولوا لبناتها. وكمان لما بيدخلوا على جروب الهير أدكت وبيشوفوا إيه وسائل التعامل مع الشعر سواء في التسريح أو سواء استخدام المنتجات اللازمة بيعرفوا يتعاملوا مع ده أكتر وأكتر وبيسألوا الأسئلة اللي بناتهم بتسألها لهم وبيعرفوا يجاوبوا عليها. لدرجة إن إحنا مرنا عملنا احتفال الشعر الطبيعي في شهر 9 اللي فات لكل السيدات اللي على الجروب عشان يحتفلوا بالنتائج اللي وصلوا لها، وكان احتفال كبير جداً وألافات من السيدات جم وكان معظمهم أمهات علشان كانوا عاوزين يعرفوا إزاي يعتنوا بشعر ولادهم. وده برضو سبب مشجع كتير برضو من الأمهات إنهم يحضروا معانا احتفال الشعر الطبيعي إن شاء الله اللي هنعمله في شهر 4، إن هم ييجوا ويكتشفوا كل حاجة، يشوفوا من الدكاترة، يشوفوا من أخصائي التغذية، يشوفوا من الأمهات التانية، يشوفوا من البنات الصغيرة إزاي يعرفوا يساعدوا شعر بناتهم. وده مش بس للأمهات، ده لكل الناس اللي شعرها ويفي أو كيرلي علشان ما تلاقيش حد يقول لها شعرك مفرود أو شعرك خشن أو شعرك ناعم. بص إحنا ما سألناش، أنت بتشتغلي مذيعة على فكرة، أنت لازم. على فكرة كل الأسئلة اللي عايزين نقولها أنت قلتيها. من غير ما نسأل سؤال. بجد إحنا مبسوطين بيكي جدا. الله أنا بالذات كمان مبسوطة بيكي جدا. الله يخليكي. والله العظيم وفرحانة ويا رب تفضلي دايما في نجاح ودايما تبقي بتوعي الناس على الحاجات اللي أنت بتوعيهم عليها، لأن وهنستناكي في احتفال الشعر الطبيعي إن شاء الله. هاجي هاجي وهاجي مش عاملة شعري وهنعمل نجاح لكل الناس على فكرة. ميرسي جدا جدا. الله يخليك. ثانك يو سو ماتش. تشرفنا بيكي. شرفتينا. ربنا يخليك. ثانك يو فور هافينج. فاصل ونرجع تاني. أنا مستضيف واحد صاحبي النهاردة، واحد بحبه جدا، متميز جدا، من أهل اسكندرية الحلوين اللي ليه علامات. أنا بموت فيه. وأنت بتحبيه؟ جدا. بجد؟ ده أغاني المراهقة كلها. أنا بحبه لأنه هو شخص طيب أولا. أوي. ومتواضع جدا ولطيف جدا وحبوب أوي. أنا مش هقول اسمه، أنا هعد علشان هو داخل دخلة بتاعته المتميزة. 1 2 3 4
الشمس بتجي وتعدي ايام تفوت لتهدي وانا وانتي زي الريح ودك مرافق ويدي والحيره تلعب بينا تعبانه خطاوينا الحيرة تلعب بينا تعبانا تعبانا خطاوينا يا ويا لالالي يا ويا لالالي يا ويا لالالي يا لالالي ويا لالالي ويا لالالي جميل متميز طول عمرك حبيبي شريف حبيبي مختلفة. انا قلت اعمل لكم مفاجاه. هي مفاجاه حلوه بس انا عارف انا وانت طبعا اوكي اكيد منورنا مصطفى. الله يخليك يا شريف. اولا احنا هنغني تاني مش كده؟ إيه احتمال احتمال. طب هات. ممكن انا كمان ممكن اشيل ده كده. لا خلي بس بعد كده. ايوه يا سلام. ايوه لا ده انت منورنا. ربنا يخليك. هنا اهو مثلا قول لي يا مصطفى. ايه يا حبيبي؟ احنا دلوقتي قلنا مثلين. انا عارفه ان محدش هينصفني في الحلقه دي بس قلنا انا مثلين انك معانا. على فكره انا هقول الحق. قول يعني لو المثل. انا قلت مثل اللي ليه عقل وراس يعمل زي ما بتعمل الناس. انا بقول خالف تعرف. انت مع مين؟ لا على فكره ده اقول رايي. اقول رايي صراحه. قال لك ده لا ده عاجبني ولا ده عاجبني؟ مش عاجبك لا ده ولا ده؟ لا طبعا. ليه بقى؟ اصل انت بتقول يعمل زي الناس بتعمله يعني. يعني مثلا افرض اللي الناس بتعمله ده مش عاجبني. مش شرط بقى ان انا خالف طول الوقت. ولا كده ولا كده. كويس ان هو دمرنا احنا الاثنين فدي حاجه لذيذه. لا بس عاجبني المنطق. لا هي مش راكبه يعني مش راكبه ان انا مثلا عشان الناس بتعمل كده لازم اعمل كده صح؟ لا طبعا مش شرط. وخالف تعرف عشان تبقى مميز. يعني اليومين دول بقت الحد لما بيعمل حاجة مميزة كده أو مختلفة هو ده اللي بقى بيتعرف. لا أنا ممكن أخالف مثلا في إيه في شغلي مثلا أعمل حاجة مختلفة أعمل حاجة شكلها غريب أعمل حاجة في عايز الناس تبقى تشوفها بشكل تاني أعمل لنفسي بصمة لكن مش طول الوقت أبقى خالف تعرف. ده على فكرة ده جيل. ده خالف تعرف ده جيل. عملت حاجات كتير جدا خالف تعرف على فكرة. صح يا شريف؟ خالف تعرف طبعا. انا بحس ان الناس دايما بتبقى قلقانه من كلمه مختلف. عايز ابقى مختلف. الناس بتقلق. انت بس انت مختلف. لا انا ما بقلقش مختلف. دي بقى دي بقى انا دي بتعجبني. تعجبك. مختلف بس مش على طول بقى خالف تعرف. مختلف مثلا في ان انا اقدم حاجه شكلها مختلف. يعني مثلا انت اقترحنا على بعض انا اعمل اخش دخله شكلها مختلف. ايوه فدخلت بدخله مختلفه. صحيح مظبوط. صحيح. عملت اغنيه بالعكس. منايا طبعا. منايا انا طبعًا. عايز اعرف حاجه انت حفظت الاغنيه بالعكس؟ طبعا بشريف عارف ان انا عارف الحكايه دي. مفيش حاجه في الجرافيكس هتخلي الغنى يمشي لقدام والحركه تبقى معكوسه غير كده. لان انا يعني دلوقتي انا لو انا اتكلمت دلوقتي وحذفت ورقه وبعدين المخرج عمل ريفرس الورقه هترد والكلام هيتقلب. طبعا. لكن انا لو قلت الكلام مقلوب وانا بحذف الورقه. ايوه لما يعمل ريفرس الكلام هيتظبط. انا عايز اعرف انت اتمرنت عليه قد ايه؟ اخد منك وقت قد ايه؟ انت عارف محمد حمد الله الكريتيف دايركتور. ايوه هو دي كان صاحب الايديا وكان بيتمنى ان انا اقول جمله. بس هو طمع وهو بيقولها لي اما لقاني حفظت جزء قال على فكره احنا يعني هنقول الكوبليه. فحفظت الكوبليه وانا بحفظ الكوبليه قال لي في الطياره بقى واحنا رايحين فرنسا طب اتمرن بقى انا عايز الاغنيه كلها. قلت له حمد الله انت عارف قال لي هنظبطها هظبطها لك. قلت له المزيكا مع الـ مع الـ مع الحوار في حاجات رايحه. قال لي اكتبها وخلي طارق مدكور يرجع لك صوتك لوحده واسمعها. وده حصل وسهلت عليا كتير فعلا كتير. كتير. بس برضه صعب جدا. برضه صعب صدقني. انا شايف انت بتعمل حاجات صعبه برضه شايف يعني. لا يعني لما اتكلمنا عبري مثلا في ولاد العم. مثلا ده كان بس ده كان إيه؟ صعب. اللغة عشان أعملها سمعت شوية علشان أعرف طبعا أي حاجة بالمذاكرة بتاعها والفوناتكس بتاعها عامل إزاي طبعًا. علشان أقوله زيهم. إنما في النهاية
جمله انت مش شكرا ممكن لو سمحت عايزه واحده جمله بس عايزه جمله منها طيب اقول لك مثلا ايه قولها لنا وبعدين بنقول ايام وسنين بتفوت وتعيش احلام وتموت وتموت اخرها وتموت توم توم الحشياتو توف تبنين سوق مايا انت عارف انت مفكرني بايه؟ ايه؟ لما كنت في معهد فنون مسرحيه وكنت بخش مدينه السينما فكنت بعدي من قدام اوض المونتاج ده اللي كان بيحصل لما بيرجع الشريط بتاع الصوت هو هي فعلا كده هي فعلا كده وكمان يا شريف لما تعوز تبتسم في اخر الاغنيه لازم في اخر الجمله تقفش وبعدين تبتسم لازم الاول تبتسم وبعدين ترجع تعمل كده عشان هو لما يجي يعمل ريفرس في الاخر تمام الله حاجات بص الله. حاجات بسيطه طب ما ده خالف تعرف يا جماعه بس بالراحه كده عليا بس ايه بقى ده على اصول ده اختلاف بقى ده اختلاف في الاداء انت جامد يا مصطفى ربنا يخليك يا شريف والله العظيم شريف انا عايز اقول لك على حاجه بجد والله من زمان احنا اصحاب بقالنا سنين صح طبعا ما عمرناش اشتغلنا مع بعض ولا ده وبنحب فن بعض جدا صح طبعا طبعا انا عايز اقول لك بقى ان انا معجبين بيك ومعجبين بفنك لا كده كتير انا واحد من الفانز بتوعك يا شريف والله العظيم ده كتير بس وانا كمان اسمع بس تحرجني لا والله بقول لك بجد انا لما جيت اصنف كده في معلش ده يا جماعه ده تقدير ما حدش يزعل يعني كلهم حبايبي وبتاع بس صنفت ان لو في ممثل اتجه بطريقته واسلوبه في التمثيل ناحيه زي الاجانب وناحيه عالميه شويه يبقى شريف منير انا الحته دي على فكره انا ما بقولهاش دلوقتي بس يا شريف انا قلتها قبل كده في حاجات كتير قلتها لاصحابي كلهم حبيبي ربنا يخليك يا شريف انا مبسوط قوي ان انا معاك النهارده دي اول حاجه يا جماعه بقى مع شريف وكمان انت يا حبيبتي يعني والله كتر خيرك ربنا يخليك يا حبيبي يعني النهارده يعني سنين كنت اتمنى ان احنا نتقابل في حاجه وتقابلنا النهارده مش معقول يعني اسالي انت انا قادر اتكلم جسمي مشعر طيب انا عايز اعرف الاغاني بتعجبك عشان هي مختلفه الاغاني اللي بتسمعها بتحب الحاجات المختلفه ولا بتحب الحاجات اللي ليك نوع معين بصي انا مثلا بحب اسمع فيروز مثلا وانا مش كده وانا بالنسبه لي التوب والست طبعا بالنسبه لي الست انا بقى المختلف بالنسبه لي الست بالنسبه لي الكلاسيكس دي الكلاسيكس فيروز هي المختلف بالنسبه لنا هي المختلف ده المختلف بوبي برضو كده اصل انت عارفه انا حسيت فيها بالاختلاف فين بقى ان هي كانت بتغني الكلاسيك زي مصطفى بيقول وبعدين غنت جاز يا لما طبعًا. قالت عندي ثقه فيك طبعا وكيفك ولما انت؟ قالت كيفك انت طبعا ولما قالت يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي دي جاز بموت في الاغنيه طب بمناسبه الجاز بقى انا عارفه ان حضرتك ابتديت الاول بالجاز ده حقيقي لا انا جزء منه كده حقيقي انا كنت مع فرقه بتلعب انجلش او اجنبي او حاجه كده لا كنت بغني اغاني اجنبي مع اصحابي وفي الجامعه وبعد كده في الفرق اطلع الاغنيه بتاع مع الاغاني بتاعتي كنت من الاول بلحن اغاني بتاعتي انا وكنت بغني لمين بقى وقتها محمد منير بحب محمد منير جدا كنت بغني له اغاني وعملت حاجه مع يحيى خليل ما هو ده بقى ما هو ده الجزء بالظبط اول الجاز كان حميد حتى لسه مفكرني بالموضوع ده وقال لي انا زعلان منك قوي حميد كان بادئ يوزع وانا ما كانش في دماغي حميد هو اللي قدمني لشركات الانتاج وكده فلما بدات قلت انا عايز اعمل غنوه قلت هعملها مع مين واغاني هعملها مع يحيى خليل رحت ليحيى ويحيى كان عقده خلص مع الشركه وكان ساب في الوقت ده محمد منير وكده فما حصلش اتفاق بين يحيى والشركه فضلت اعمل البوم 3 سنين مع فرقه الجاز دي اللي هو يحيى كان بيلعب جاز مع عملنا البوم وخلصناه يا شريف وما نزلش ما حدش عارف عنه حاجه خالص لا خالص ولحد دلوقتي لا خالص ما حاولتوش تعملوه تاني خدت منه غنوه نزلتها فاكرنا في فيلم حريم كريم أيوة. اللي هي بتاعت كان ليا يوم حبيبي الريجي دي ايوه دي خدتها حصل ما منفعش خالص في الاخر بقى رجعت تاني للشركه وبدا قالوا لي لا حضرتك بقى هتبدا من الاول تعمل اغنيه في القاء النجوم ونشوف بعدين غنوه ثانيه في القاء النجوم بعدين نعمل الالبوم اللي هو فكره السنجل بالظبط طب السنجل من الموضوع ده حصل زمان يعني انا لسه دلوقتي عماله مستغربه فكره ان المغنيين دلوقتي بقوا بينزلوا اغنيه سنجل هو دي بتبقى ليه اصلا ايه الفكره هي الحكايه مش ما كانتش سنجل قوي هو كان البوم كامل بس كل نجم بيغني اغنيه بالنسبه لي انا سنجل بس بالنسبه للناس هي سامعه البوم كامل غنوه مثلا لعلاء عبد الخالق غنوه لحنان غنوه لحميد اصل انا مصطفى يعني مفتقد جدا الفتره اللي انتوا كنتوا فيها في عز الوهج وانت بتشق طريقك
وكانوا بينزلوا يا أسماء على الكشاك بتاعة مهندسين والشرايط الكاسيت بقى كم نسخة اتباعت النهاردة ويطبعوا تاني في الاستوديو وينزلوا ويقول لك مصطفى 80,000 مش عارف مين 70,000 صح كانت في حالة مش عارف دلوقتي بقت فيوز وفولورز اللي هم بقوا كده يعني بعد كده على فكرة هي بس الفرق ان التانية كانت صناعة دلوقتي بقى الموضوع كله يعني ممكن ديجيتال وتكنولوجي وبعدين ما بتحسوش ده يعتبر اختلاف تطور يمكن انا بتهيالي ان هو فكره زي بالظبط ما كان شريط بعدين بقى سي دي بعد السي دي بقى فلاشه بعد كده بقى دلوقتي بتنزله من على ابلكيشن يعني بتهيالي ان هو بتجاوبي تسكي فيها كده في اي حاجه طب انا هطلع فاصل وبعدين ابقى اشوف حاجتي معاك فاصل يا عم ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن الاختلاف عرفت ان حضرتك عملت كتاب وبتعمل كمان منه جزء تاني وده كمان هيبقى التايتل بتاع الشريط لمن يهم الامر مظبوط انا عايزك تكلمني عن الكتاب فهمني كده هديك إيه؟ الفكره بقى مختلفه طيب ما انا بقول لك انا ما انا محضره ايه عماله تجرجرني يا شريف شكلها ايه هو لازم اجرجرك كل احنا الاثنين لا حاجه انا مبسوط قوي من حكايه الكتاب اللي انت عاملها دي كانت فكره في الوقت ده فعلا كانت فكره انا قلت ايه فترة من حياتي عدت 5-6 ألبومات والناس الصحافة بتكتب زي ما عايزة وكل واحد طب أنا نفسي أقول حاجة محدش يتحكم فيها طب أعمل إيه؟ طب أنا هعمل ألبوم شكله مختلف أغاني بقى ريجي ستايل وأغاني مش عارف إيه كان ريجا توم اللي هو الملفوف يعني بتاعنا يعني كان زمان ما كانش اسمه ريجا تون زمان يعني كنا عارف اسمه ملفوف يعني أيوه وأغاني سلو مثلا أغاني حاجات ستايلات بس شكلها مختلف فجمعت 4-5 اغاني معاهم اغنيه كلاسيك اسمها سلمولي حطيتها على الهيت كده عشان الناس ايه ما يحسوش بالاختلاف بشكل قوي يعني ونزلته مع كتاب حكيت بقى الفتره من ساعه ما انا اتحركت من اسكندريه لغايه ما وصلت القاهره وفتره النجاح دي كلها في الكتاب كويس شويه كويس. صور بمش عارف ايه فكان بيتباع الكتاب والسي دي مع بعض حلو قوي الفكره فكره تجنن هو مختلف لانه كمان ليه تجربه في الاذاعه وكنت بتابعه وانا ماشي بالعربيه كنت بتابعه عجبني عنده دماغ فعلا مختلفه يعني لما عمل سي دي اما عمل معاه كتاب اما قرر ينزل الاذاعه نزل الاذاعه يوم ما قرر يعمل فيلم كل الناس كانت متخيله انه هيبقى رومانسي لا سمعت بقى عشان دي. الفيلم ده كمان نزل حته شريف دي مصطفى بيعجبني في انه تمثيله من المغنيين اللي بيمثلوا حلو ايوه يعني هو شاطر في ومدحت صالح هما الاثنين من الممثلين من المغنيين المطربين اللي بيعرفوا يمثلوا يعني مثلا كان ليه افيه هو وادوارد مع بعض بيقول له ما تبقاش خبق قال له صحيح قال له يعني ايه خبق قال له خبق كده قال له يعني فهم يعني مصطفى شاطر في التمثيل كوميدي كمان بالذات من الرومانسيات دي كلها للكوميدي ده مش اللي المفروض الناس واخده عليه يعني اللي هو اكيد هيعمل حاجه رومانسيه بس حريم كريم فظيع عصابه الدكتور عمر ده بقى فزيع. يمكن لان انا دخلت في حته ان انا اعمل كاركتر بقى ده اللي كان يعني ده اللي كان بقى جريء شويه دكتور مجنون وسايكو يعني ايوه بس برافو عليك خفيف كنت خفيف طب تفتكر الاختلاف ليه حدود يا مصطفى ولا الحكايه مفتوحه الواحد يختلف وخلاص هو ليه حدود في مبادئك وقيمك وعاداتك بس دي الحته اللي هتحسبها دي اللي هتحكمك في الاخر غير اللي ما عندوش بيبقى الى ما لا نهايه بيفلت براحته بقى فممكن الناس تنتقده طبعا طبعا خلاص بقى هو هيعدي الحدود دي انما اللي عنده لما كنت بتاخد الجيتار معاك في الجامعه كان ايه النظام كان ايه اللي بيحصل ده كان اختلاف دي جايباني ده جايباني كان انا خالف تعرف يعني قلت له شوف خليتيه خالف تعرف انت كنت تروح الجامعه بالجيتار في الوقت ده شريفه كنت بعمل عامله غريبه جدا يعني انا اصلا كان نفسي ادخل كليه الهندسه ودخلت التجاره جات لي هندسه اقاليم وبابا ما رضيش يوديني لان انا مجموعي طبعا ايه نزل فقال لي ما انت اللي ما ذاكرتش قلت له طب يعني اروح وقال لي ما فيش كليه التجاره في الوش يعني وكنت حابب الهندسه قوي كنت حاببها جدا يا انت شاطر في الرياضيات مش زيي خالص انا ولا زيي خالص انت ايه تاريخ ولا انا كنت علمي علوم بس يعني برضه فنان يا مش دعوه ماليش دعوه بحاجه انا بقى كنت كده برضه بس اول ما دخلت كليه التجاره ما كنتش بصراحه ما كنتش حاببها يعني
فزي ما يكون نوع من انواع العند، نوع من انواع التمرد يعني. التمرد بدل ما انزل بكشكول المحاضرات رحت واخد الجيتار بتاعي ونازل داخل الجامعه. طبعا منظر غريب جدا، بيمشي يقول لك يا عم ايه البيانو اللي انت ماسكه ده حلو قوي البيانو ده. لو تسمع زي ما بقى يا خورشيد مفيش غيره. طبعا عادي بقى انا اخد الجيتار وادخل الجامعه. عم فوزي اللي واقف على الباب بتاع الجامعه ممنوع على فكره زي. عم فوزي انت مش فاكرني؟ محلات بتاعتنا في الوش انا مصطفى. طب بص عم فوزي ها عدين تمام. بدات الحكايه كده، دخلت الجيتار الجامعه، لميت الطلبه حواليا، خليتهم يسيبوا المحاضرات. الله عليك. سقطتهم. الله يكرم عقلك يا شيخ. بص لا طبعا احنا انا يعني زودتها شويه، احنا كنا بنقعد قدام الجامعه بس طبعا الدكاتره حفظوني يعني. فحتى لو انا قعدت اغني واحنا الطلبه بقى الفاقدين اللي كانوا بيطلعوا يقعدوا دول ويسيبوا المحاضره، فيطلع الدكتور سيبها يا مصطفى خد صحابك روح اقعدوا بعيد انا مش عارف اشرح. خلاص ما عرفوش يسيطروا في كلمتك. طب كنت بتغني ايه في الوقت ده؟ الاغاني بقى اللي قلت لك عليها اللي انا كان في سامح العجمي كان بيلحن. ايوه من الـ من الـ من الجامعه صاحبي. طب قول للناس عم اجيب لك الجيتار. ماشي قول للناس. وكان اشرف السرخوجلي كان بيلحن ورضا زايد بيكتب. يعني اتنين من اصحابي كانوا بيكتبوا وواحد كان بيلحن وانا كنت بلحن. فكان يجي الكلام بقى حبيبي مرسيم يجي الكلام بقى يكتب كلام فاقول له حلو قوي الكلام ده ما تيجي نعمله اغنيه. وبدات الحكايه عايزين نغني على المايك ده. ماشي يلا تيجي بقى الحكايه. ايه مثلا اول غنوه كانت اللي قلت لك عليها الطلبه بقى قاعدين. وكمان عايز اسالك بقى هل في وسط الطلبه دول هم قاعدين في واحد عامل لك كده؟ طبعا انا اقول لك طبعا. اكيد اقول لك يا شريف قول. يعني يمكن جزء من الحكايه ان الواحد عايز متميز. يعني مختلف. الله يتراحم معايا بالاخر. يجوا بقى يتلموا حواليك. طبعا اصحابي بقى طبعا. وانا بقى ابدا اغني بحس ان انا بقى خلاص ده كانه مسرح شريف. اصبح مسرح. وخلاص احنا بنروح على البيت عندي او عن سامح الاغاني تتعمل. وبعد ما الاغاني تتعمل بيحصل ايه بقى؟ تتلحن وننزل الصبح. ده مسرح الجامعه بالنسبه لنا اللي هو نقعد العادي. طبعا ده مفيش مذاكره خالص. لا لا مفيش مذاكره. مفيش لا لا بتعمل ايه بقى؟ غنيت كان ليه يوم حبيب احلى من القمر كلام بسيط جدا عملتها في حريم كريم. عاملها كده يسقفولك ساعتها وبتاع يسقفوا بقى الاغاني طبعا مبسوطين وكده ونعمل شويه اغاني بقى رومانتك وسلو وحاجات. ما كنتش بتستغل الموهبه دي في حاجات بقى على مسرح الجامعه مسابقات وكان بيحصل هي كده. بدات من اول السنه دي خلاص. ما هو ده عايزين نعمل حفله هاتوا لنا وهو بقى ده اللي بيغني ده هو ده هاتوه يعمل حفله. كان في مطرب معروف وقتها صديقي جدا اسمه جمال جوجو. ده كان مطرب الجامعه وقالوا هنعمل حفله جمال هيطلع ومصطفى هيطلع في النص يقدم الفقره بتاعته اللي كانت اول حفله. فماشي وقعدنا بقى نجهز الحفله وبتاع وطلعت فعلا في الحفله وغنيت اربع اغنيات او خمس اغنيات الحاني يا شريف ما غنيتش حاجه لحد. انت متخيله؟ طبعا من البدايه يعني ما استنيتش مثلا اغني لا هي بتاعتي. وطبعا كله حافظ. انت فاهم بقى ما شغلته للسنه الراجل مقطع نفسه مذاكره هنعمل ايه. طب موضوع الالحان ده جه قبل الغنى ولا بعد الغنى؟ هو كده يعني بارلل جايين مع بعض. بس الغنى يمكن في ثانويه عامه كنت طالع رحله
وانا ما كنتش عارف ان انا غني. انا بلعب جيتار من وانا في رابعه ابتدائي بس ما اعرفش حكايه الغنى دي يعني. ما كنت دندن وبتاع بس ما اعرفش ان انا اغني يعني. كان اتجاهك كله عزف. اه فطالعين رحله تقريبا العريش ورفح وحاجه كده واخدت معايا الجيتار. بداوا يغنوا فبدات اغني معايا فبداوا يسكتوا لما انا اغني فبقيت انا سولو. عجبني صوتي قوي. انبسطت بقى شريف من ساعتها بقى قلت تمام. أوه. والله يا شريف فضلت اغني في الرحله دي لغايه ما صوتي راح تماما. اكيد مفيش اي انت فاهم بقى طبعا عارف يعني. السخونه دي دي كانت البدايه. طيب ايه المشروع اللي انت كان نفسك تعمله كان مختلف وخفت تعمله وبعدين بعد كده ندمت انك ما عملتوش؟ هو لغايه دلوقتي نفسي اعمله يعني بس هو طبعا يعني في مشروع طبعا ومختلف طبعا اللي هو ايه؟ فيلم استعراضي زي شيكاغو زي مولان روج زي نفسي. بس ده مش صعب يعني. عايز فلوس كتير قوي يا شريف يعني ما انت عارف. على فكره موضوع ان الفيلم الاستعراضي عايز فلوس كتير دي يعني نفسي تعملوه يعني نفسي. عايز اقول لك لا مش للدرجه دي يعني ما تقليش. لا يا بوبي برضو انت ما شفتش ذا جريتست شو مان مثلا والحاجات دي محتاجه صرف ومحتاجه حد يؤمن بده ومحتاجه اصلا ان الناس تستعد ان هي تستوعب ده لسه انت شويه. انت جبته لنفسك شوف. لا ما جبتوش نفسي ولا حاجه. اي بص لا ليه لا الناس مستوعبه ده من زمان. لا عايزه فلوس ايام سعاد حسني والفنانه صباح لما عملت نار الشوق مثلا ده كان فيلم استعراضي رهيب يعني وعمل رد فعل جامد. ايه بس ده في الوقت ده بس انا بتكلم دلوقتي مع الحاجات اللي بالزبط. بتحصل دي دلوقتي مع الاكسبوجر اللي بتشوفه بالظبط محتاج ان انت عشان تعمل حاجه موازنه يعني موازيه ليه او حاجه بتتعمل هنا لازم تتعمل على كواليتي نظيف. طبعا انا بقى عندي سؤال. دايما في الاغاني بتاعتك بتكون فيها حاجه مميزه كده زي مثلا ايو ايو. عايز اعرف القصه. بتاعت ايو ايو الحاجات اللي هي دي مش هي يعني مش حاجه بس لما هنيدي عمل انا عارف عند هنيدي الحاجه ما اعرفش مصطفى مش دي بس في حاجات كتير انا مش عارفه اقولها حالا دلوقتي ده والحاجات دي والردود كانت بقى على ويكا كان قابلني مرة الأستاذ محمد ثروت المطرب. وتقابلنا مرة يعني كذا مرة ده قال لي مصطفى عايز هو صاحبي يعني. قال لي أنت بص طب أنا عايز أعرف أنتوا هتعملوا إيه السنة الجاية؟ طب أنت قلت إيه وقلت إيه وقلت فاضل إيه؟ محمد ثروت دمه خفيف على فكرة قوي فظيع. قلت له أنا هشوف لها حاجة. اختلاف عمال أقول لكم اختلاف اختلاف. يعني ده نوع من الاختلاف يعني يعتبر؟ اللي هو ايه وايه وكده ده اختلاف طبعا متعلق يعني عارف الحاجات الكاتشي اللي يعني هي بتبقى كده هو فعلا هو الجمهور لما كنت تطلع تغني يقولوا وراك ايه وايه بالظبط. طب ما تيجي نعمل حته احنا بنجهز بنعمل كده. طب ما تيجي نعمل حته اختلاف ونشنكلوه. يلا بينا يلا بينا. قلبي في الليالي يا معذبو دم يحلو هالي قاموا شنكلو شنكلو اجنلو ناموا هم وصهروا قلبي في الليالي يا معذبو دم يحلو هالي قاموا شنكلو شنكلو اجنلو ناموا هم وصهروا هاي عايزين يظبطوني طيبين ولاد حلال ماتشين ملاكمة لعبوني وماتش تالت بالعيال يمين شمال وهوب هوب 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 ويلا كرسي في الكلوب هوب هوب لقيتني فجأة في الدروب هوب هوب بالقضية قلبي وقعوه وقلبي في الليالي قام عذبوه جم يحلوا هالي قاموا شنكلوه شنكلوه اجننوا ناموا هم وسهروا يلا هاي يا
ينقذوني يبعتوا لي مستقار دول اكيد مش هيسيبوني غير في العباسية مور يا ناس خلاص بقيت كريزي نو بقيت بشوف الدنيا هيزي نسيتوني الانجليزي نو تو بي تو هاف تو ايت تو دو وقلبي في الليالي يا معذبو جم يحلوا هالي قاموا شنكلوا شنكلوا اجننوا ناموا هما وسهروا رجعنا مع الجميل اللذيذ الباسم دايما حبيب. مصطفى قمر وبقول لك انه في اختلاف بيبقى بجد طالع من جوه وفي ادعاء انك عامل نفسك مختلف وبنشوف كده على السوشيال ميديا برضو حاجات كده يعني طبعا عايز تعمل حاجه انك مختلف وخلاص معترض وخلاص قال يعني مش يعني. هاممني انت يعني رايك في الحكايه دي ليه اصحاب لينا اصحاب بيبقوا كده في القعده طبعا ما نسيبهمش بس عايز اعرف منك يعني الاختلاف ده بيبقى في الطبيعه ولا ممكن حد يعمل نفسه مختلف ولا ايه بص ده ناتج لحاجه لو حللتها لك بقى سيكولوجيا نفسيه يعني ممكن واحد دلوقتي مش لاقي لنفسه مكان احنا مثلا قاعدين مثلا شريف بيعمل حاجه اسماء بتعمل حاجه مصطفى بيعمل حاجه هو بيحاول يعمل حاجه ومش عارف ما عندوش هويه مثلا ممكن مش عارف ممكن ما عندوش حظ ما عندوش توفيق ممكن فبالتالي كل حاجه بتتقال هو لازم عايز يقول انا موجود فهو يحط رايه عشان يقول بصوا لي انا موجود هو نوع من انواع لفت النوع ده بقى ما هوش بالفطره لا ده مش ده واحد يعمل كده عشان يقول انا موجود طبعا هو بيعمل كده لان هو مش لاقي مكان عارف ده اول ما هيلاقي مكانه هيتحاول يقعد على كرسي بتاعنا وهيسيب اللي يتكلم عادي بقى واثق في خلاص بقى واثق هي بتكون يعني بجد يعني فيها شيء من عدم الثقه في النفس اكيد ان هو عاوز نفسه يبقى حاجه نفسه الناس تحطه في مكان مظبوط يعني مظبوط طب انا عايز اسالكم انتوا الاثنين اجباري ولا اختياري لازم الواحد يبقى مختلف عشان ينجح ولا ممكن يعمل حاجه عاديه وينجح عادي مصطفى جاوب الاول الضيف طبعا لازم يعمل حاجه مختلفه جاي معايا انت طول الطريق ما انا مش عارف اسمع والله انت يعني هتطلع هي صح في الاخر ولا ايه مش عارف دايما بيحصل كده دايما انت تطلع صح في الاخر انا عافر معاك كده وبعدين تطلع صح في الاخر انا ما اقدرش حبيبتي انت شايف ايه من الافضل انه يبقى مختلف طبعا يعني انا دلوقتي لو بحب التمثيل وقدامي ناس كتير بتمثل عايز اعمل حاجه لازم ابقى مختلف يعني لازم اطلع في حاجه طبعا يا ترى اعمل ايه ما انا لو عملت زي فلان او زي فلانه طبعا طب ايه ما هم موجودين بالظبط يعني مثلا لو حد شبه عبد الحليم حافظ او حد شبه ام كلثوم في على فكره ناس عملت كده وغنت ومن غير ذكر اسماء لانه مش طالع بطبيعته هو مش طالع بشخصيته ولو طالع بشخصيته وعنده حاجة فيها اختلاف عايز يعمل حاجة بس عنده الموهبة هيأكدها طبعا أنا الكلام ده مزيكا في وداني طبعا بالنسبة لي عشان يعني بس هو مش خالف تعرف ولا تصدق خالف تعرف أنا سبت شوية تهدوا كده هي واخدها صح لا ما صدقش استنى شريف اهي خالف انت هتخالف اللي موجود عشان تتعرف بس مش لم... يعني ما هو كده ما هي خالف تعرف لا بس هي بتتقال لنا كانت بتقال لنا هو انت يا ابني هتفضل سهران لغايه خالف تعرف ما هي كانت كده هي بتوظفها كده هم وظفوها لنا غلط اتضح انها صح اعترفوا مفيش مره كنت عايز تبقى مختلف وخفت يعني حسيت انك عايز تبقى مختلف غير ما انت ماشي في حياتك
وقلت انا هعمل كذا وبعدين خفت رجعت تاني. بتحصل. بتحصل في حاجات في الشغل طبعا. في الشغل. يعني انا لغايه دلوقتي انت طبعا هتزعل مني. في الشغل عايز... كتمثيل ولا غنى؟ تمثيل. تمثيل. قول ده 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 دي قماشه لازم تختلف فيها. لا مش حاجة مش مش في الدور. في المنبر. يعني انا دلوقتي مش عايز امثل على المسرح. مش عايز تمثل على المسرح؟ ده انت مسرح. شفت شفت يعني اقول لك عايز مش المسرح عايز ولا خايف؟ الناس دي خايف هتفرق لان انا في ليا زمايل بحاول اساميهم يقول لك انا بحب المسرح بس خايف اقف عليه. خايف لانه هو هيرهقني جامد جدا. لا خايف من الارهاق ولا خايف من الفشل؟ تجربه الاثنين. لا انا بشوف من بره اقدر اقول لك. طبعا يعني انت طبعا عبد الله في الاخر يعني. مسرحيات وبتاع واتفرجت لك على حاجات جميله ولايف وبتاع وشفتك انت حلو شفتك قد ايه انت يعني بتعمل مجهود بجد حسيت ان انا واقف كويس على المسرح يعني انت الله اكبر غول الله متمكن الله اكبر الله مش كده طبعا انا بقى لما كان عند ما كنت بعمل كده ما كانش عندي ثقه في نفسي خالص او ما دخلت عشان تبقى عارف بقى يعني لما جيت اعمل المسرح قلت لا انا مش قد الحكايه دي مش هقدر مش هعرف بدات اتشجع وبعدين قمت داخل ايه اللي هيحصل يعني دخلت حصل بقى لقيت ان المسرح ده شيء ممتع العلاقه المباشره بينك وبين الناس ما اعرفش هو هيضيف لي ولا لا شريف يعني يا نهار ابيض طبعا طبعا وبعدين انت ممكن تبتدي بالمسرح الاستعراضي سهل. مثلا يعني دي لو مسرح تبقى اسهل متهيألي عن ان هي تبقى فيلم ميوزيكال يعني لا اصل المسرح كله معتمد على الاستعراض يعني لما عملنا حزمني لما عملنا قلباندا بقى فيها استعراض وكده اكيد ما كانش شيء مكلف يعني قوي كده انما يمكن السينما زي مصطفى بيقول هتبقى مكلفه شويه بس لو اتعمل 20 فيلم استعراضي بجد 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 معمول له مزيكا بجد وبتاع هتبقى التجربه الفريده من نوعها ما تقوليش الافلام الاستعراضيه القديمه ما وصلتش للمرحله اللي نقدر نصنفها انت بعد ما عملنا شانكلو رايك ايه؟ انا مبسوط قوي يا شريف ده في فكره يعني عماله تلعب في دماغي خلينا في اخر هنتكلم في الاخر هنتكلم في الاخر في حاجه طب انا عايز اسالكوا سؤال ما تحرقوش اللي بتفكروا فيه خليها مفاجاه خلاص خلاص لو سمحتوا انت برج ايه؟ انا برج الميزان انا 22/9 مش... واخد اخر العذراء او الميزان بس انا محسوب ميزان لا اصل انا قلت بقى التسرع اللي انتوا فيه ده مثلا حمل ولا طور ولا حاجه لا انا برج ايه انا برج الطور علشان ما اقولش انا طور وبتاع تضحك عليا وعيد تضحك على ابوكي كده ما اقدرش طيب مع اولادك بتقبل الاختلاف لحد فين فين الحدود اللي ممكن تحطها لهم لما بنصطدم ببعض الافكار اللي فيها الحريه الشخصيه بقول لهم لا في دي قله ادب مش حريه ليه بيعملوا ايه لا يعني ايه اللي بيخليك تقول لهم لا دي قله ادب مثلا لما يقول لي مثلا يعني هنفترض ان في نقاش بين اب وابنه مثلا ممكن النقاش يبقى فيه كلمه او فيه طريقه او بتاع فتقول له دي لا دي مأفر يقول لي دي عادي كلمه عادي مش عادي. هو في النهايه بيقتنع ان انا مربيهم كويس بس يعني هو في دماغه ان لا عادي يقول لك بابا ده اكيد بقى من جواه قديم بقى قديم يعني يعني ممكن يقول لك فكك وبتاع عادي لا فكك دي بقى يعني في حاجات يعني ممكن اكتر يعني. ما هو ده يا ريت انا على فكره من الحاجات اللي بتقلقني قاموس الكلام الجديد اللي حصل يا خبر ابيض ده بقى كان عشان الاختلاف بصراحه ده ملوش دعوه بقى ان انا ده قديم ولا مش قديم انا بلعب مزيكا وبلعب جاز وبتفرج على افلام ليتست وكل حاجه انما انا مش موافق على مسميات والفاظ ظهرت دلوقتي وعماله تكتر لا احنا مش كده احنا مش كده احنا ده بيتسمى اللي هو السلانج اللي الكلام الدارج وبيفضل يتطور ما كانش موجود سلانج ده خالص ما كانش موجود من زمان لا ليه اتوجد هو جديد سلانج يعني جديد سلانج انت عارف يا شريف المشكله في الكلام عارف هو لو كلام ملوش معنى او يعني وتقول ايه ده بتاع ان هو لما بيخش في حته فيها قله ادب او مشاوره على حته مش حلوه فبتبقى مش حلوه يعني ليه اللفظه دي انا نفسي ما اعرفش مستحيل اقول يعني مستحيل لا قول لا قفل لنا البرنامج قول يا عم ما ينفعش يا ريت انا إذا كنت أنا مش قابل أسمع هقول طيب أنت صرحت قبل كده تصريح قلت إن السوشيال ميديا يعني بتهين الأغاني
مش انت قلت كده؟ اه السوشيال ميديا عملت آه. اهانه للاغاني. مش 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 السوشيال ميديا نفسها، انا قلت هما ما فهموا وسائل الاتصالات الموبايل يعني، يعني الكول تون ورينج تون اهانه الاغنيه. الاغنيه كان زمان تسجل بقى انالوج وبتاع، ومهندس الصوت يقعد يتعب ويطلع المكساج واسمع يا استاذ، واسمع الاسطوانات، تروح البيت تسمع البيك اب اسطوانه تجيبيها، سماعات بقى ناكاميتشي او سماعات بوز او سماعات بتسمعي بتسمعي اول في العربيه كانوا بيجيبوا البايونير مش عارف ايه بتاع ماشي. الاغنيه مش بتهان. دلوقتي الاغنيه نزلت بسمعها تليفونك على سماعه قد كده، سماعه قد كده على الموبايل ام بي 3 مضغوط يعني كواليتي ما فيش اوحش من كده. وبتسمع لا انت سامع لو ولا انت سامع ميد رينج ولا انت خلي بالك اللي انت بتقوله ده تخصصي شويه زياده عن اللزوم. لا انا ما احبش اسمع ابدا اغنيه على تليفون كده، لازم اسمع لما اجي اسمع سماعة. حاجه عشان لا اللي بيحب المزيكا ايوه طبعا، ولعلمك الحبيبه واللي بيقعدوا يحبوا يعملوا ما يسمعوش كده، ممكن يسمعوا يعني اقل حاجه يسمعها في سماعه بس بتاعته لوحده. طبعا هو هو لا دول والله احنا مختلفين انا وانت، احنا فعلا ده تخصصي فعلا ده لان الناس عادي بيشغلوا هو قاله بس بتكلم فكره ان انت تسمع بكواليتي كويس، فاهم قصدي؟ عرفتي التفاصيل اللي في المزيكا اللي بوظتها السوشيال ميديا، الواحد الراجل الشارع العادي او البنوته اللي بتسمع معاه. مش فارق معاه الموضوع ده، بتسمع هي بتحب مصطفى قمر وهي بتسمعه كده كده على 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 الواتساب. انما طبعا لما بيبقى نزل على اسطوانه بتسمع على سماعات حلوه، مش كل الناس عندها السماعات. اللي بيقدر قصدي المزيكا وبيبقى عايز يسمع يبقى سميع وبيحب يسمع نظيف. هي ام كلثوم لما كانت بتغني وبنسمع على الراديو الصغير ده كان بيبقى فيه اغاني لعلمك يعني. الراديو كان ليه ستاتيك كده، ليه حاجه معينه، ليه احساس حاجة معين. الراديو حاجه حتى كان مونو، حتى الراديو كان مونو كان كواليتي اعلى بكتير. كان كواليتي اعلى طبعا. واقول لك على حاجه بقى كان من ضمن الحاجات الحلوه اللي بتتعمل في تسجيلات الاغاني، كانوا بيسجلوا كلهم مع بعض في الاستوديو زي طبعا. لغايه النهارده الامريكان بيعملوا كده، في بارتيشنز بس فاصلينهم عن بعض طبعا. بس كلهم المعازفين موجودين جوه الاستوديو وبيلعبوا مع بعض. انما دلوقتي بقى كل ممكن الدرامر يروح يسجل تراك بتاعه ويروح، وبعدين بعد شويه يجي اللي بيلعب جيتار شويه، وبعدين المغني في الاخر. اصلا ابلكيشن كل الحاجات دي بتتعمل كمان يعني. ما انا ما بحبش التكنولوجيا عشان كده. انت بتحب التكنولوجيا؟ ما احنا مختلفين طول الوقت احنا مختلفين. طب مش عايز تسمعنا حاجه كده صغننه ثانيه؟ سمعكوا طماع قوي. لا سمعكوا حاجه سلو بحبها. طيب دي برضو في نفس الفتره شريف تمام كده بتاعت مش كده دي كده صح؟ في نفس الفترة بتاعت الجامعة. الأغنية دي اسمها مطر الليلادي. مطر الليلادي. بتتكلم يعني يمكن أول يوم في الشتاء، بدأ الشتاء، أول مرة تمطر بقى في الشتاء يعني. إلا يعني. مطر الليلادي اهدى وانت في الرحيل موعود، مطر الليلادي اهدى وانا في الرحيل موعود، اشوف عينيك المدى واشوف طريق السدود. حبيبي طالت ليالي البعد طولت تغريبي، حبيبي بكت سحابة وعد دوبت مكاتيب، حبيبي حبيبي
لو كان لقانا انقضى باب الهوى مردود وبابا 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 دي تلحينك؟ تلحين أشرف السرخوجلي اللي كان معايا في نفس الجامعة ملحن أشرف السرخوجلي لا 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 هكتب رسالة شوق وحنين وارسم لك فيها زهور ياسمين هكتب رسالة شوق وحنين وارسم لك فيها زهور ياسمين حبعت سلامي وكلامي وشوقي قول رجعي رجعي لا 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 حلو قوي هي هي خلاف في خلاف كده خلاص السلم الخماسي طبعا هو السوداني طبعا سوداني حلوه جدا حلوه جدا طيب انا سؤالي كان الاختلاف عمره حطك في موقف انه انتقدت او حصل فيه اي تنمر بسبب الاختلاف اللي انت بتقدمه او بتعمله ممكن في الاول بس شويه لما انا كانت الناس كلها بتيجي بتطلع بتغني كلاسيك وبتغني بالعود وايه الواد اللي جاي يغني بجيتار ده وبيغني حاجات يعني كورد وماجير وماينر يعني هرما تجنن عليهم بس حط لهم حته سيكه صغيره كده في سكه العاشقين وبتاع وخلاص يعني فاهم يعني ده كان شكل برضو كان وقتها كانت لازم الغنوه تبقى فيها مقامات كتير وحاجات كده بس الوقت ده افتكر يعني ان كانت الناس بدات تستوعب ده في الاغاني اللي كانت موجوده يعني كان وقتها محمد منير وحتى وعمر دياب وحميد لما طلع حميد لما طلع كان عمل طبعا نقله في المزيكا يعني حقيقة. طبعا اي حاجه في اولها بتبقى دايما بيبقى عليها سبوت كده لازم الناس تبقى مخضوضه ومش فاهمه وده يجيبني برضو لفكره انه اي حد مختلف لو مختلف بقى مولود مختلف يبقى مش مدعي الاختلاف دايما الناس كده تبقى ليها بصات غريبة وليها نظرات غريبة فاهم قصدي اللي هو بيبقى الموضوع لازم يبقى فيه كده بلطجة على الاختلاف وده مفروض بتلاقوش في الأطفال يعني تلاقي الأطفال يتعودوا على أي حاجة بيشوفوها في العادي مدرسة شكلها مختلف عنها الطفلة جنسيتها مختلفة عن يعني في بنتي مثلا جنسيات مختلفة وحاجات مختلفة ما تبصش عليها كده تقول هي ليه مش شبهي او ما بيبقاش الاطفال ما بتبقاش مولوده عنصريه او ما بتبقاش مولوده عندها افكار غريبه هي تقريبا المجتمع بقى صح ولا ايه هو دايما احنا عندنا الناس بتحب دايما تنتقد عموما يعني مزبوط. حتى لو انت ماشيه عادي هتنتقدك يعني كده كده الناس بتتكلم يعني مزبوط. فسؤالي هنا بقى انه المجتمع بيحط كتالوج للناس تمشي عليه ولو الناس خرجت عنه تبقى الناس دي غريبه مزبوط يعني انت شايف ان المفروض يحصل كده ولا مين اللي حط الكتالوج ده اساسا ما هو مين اللي حطه اساسا بس بتبقى حاجه يعني متفق عليها كده من غير ما نقول ايوه يعني بيقولوا هم مين دول هم مين دول اللي بيقولوا صحيح يعني هل الكتالوج ليه يعني الاختلاف ليه كتالوج فعلا طبعا في كتالوج في كتالوج هتبعد عنه وهتحرفه حته صغيره لكن مش هتقدر تبعد عنه كتير علشان مبني على عاداتنا وتقاليدنا بالظبط طبعا ده جزء كبير جدا اقول لك على حاجه سمه كده هتاخد بالك منها في المجتمعات العربيه بتاعتنا احنا مش الغربيه احنا قاعدين في قعده بناكل في ريستوران او بتاع الباب دخل منه واحد جيست جديد
كلنا هنبص على الجست ده لغايه ما نشوفه جبناه من فوق لتحت هو تمام اه عامل ايه لابس ايه تمام اه يلا نكمل مراقبين صح اه ايوه صح وانت بقى بره في امريكا او في اوروبا وانت داخل بتلاقي الناس الاجانب وانت داخل بيبصوا لك لا لا بس هم حياتهم كلها فيها اختلافات طول الوقت طبعا بس بتكلم بقى على ثقافه ان انت بتبص دايما يعني دي ثقافه برضو وانت سايق العربيه يا شريف ماشي بره وانت سايق العربيه هنا اول ما بتيجي بتقف اشاره وجنبك حد او بتاع او ده او بتقف لازم ايوه صح مين اللي جنبي ده اه تمام ده مين ده مين اه تمام الناس مراقبه بعضيها طول الوقت يعني واخد بقى ده دي عاده موجوده صح ولا ايوه صح صح عندك حق عندك انما حق. انما بقى احنا العاده دي لو شلناها هتلاقي الامور بقت حاجه تانية يعني كل واحد يبقى في حاله بس هي كل واحد لوحده في حاله الاختلاف لما انا اعمله او لما حد يعمله يبقى عادي لكن حد قدامك يعمل حاجه فيها اختلاف لازم نشاور ونقعد نقول ايه ده ايه اللي هو بيعمله ده صح ولا انت شايفين ايه ساعات بيبقى كده فعلا صح؟ انا موافق ساعات بيحصل كده واحنا شعب ناقد زي ما قال شريف بجد لا ده طبعا بتتاثر بالحاجات دي يا مصطفى يعني لما بتعمل حاجه في ناس تبدا تنتقد وكده بيأثر فيك ولا ما بيهمكش في حدود يعني لو حد هيتكلم على مبادئي وقيمي الشخصيه وبتاع حاجات كده ده بيضايقني وبعايز يفرق معاك وبعايز اثبته انما لو حد عادي بيقول راي بيقول حاجه كده عابره انا ما بتفرقش معايا خالص طب وعلاقتك بالسوشيال ميديا بقى ما هو ده يدخلني لكده أيوة. علاقتك ايه بقى بالسوشيال ميديا مرتبط بيها وبتنشر حاجتك وكده على حرف كده يعني انا صوره مش كل يوم احط صوره على الانستجرام يمكن يجي 3 ايام 4 ايام احط صوره ممكن بعد كده ممكن اقعد اسبوع ما احطش صوره ممكن يعني انا مش مخلوق عشان انا افضل اشتغل في الحته دي بس دي بالنسبه لي دي المجال ده مهم انت شايف ان السوشيال ميديا ده سلاح مهم دلوقتي للدعايه وكل الممثلين وكل الفنانين ده انا اقنعته بالعافيه يعمل انستجرام طلع عادي ما هو نفس المدرسه بتاعتي كل شويه يجي يقول لي انا همسحه بقى اقول له ابوس ايدك لانه هو ده بقى دي بقت المجله ده بقى أيوة ما هي الاخبار المجلة. النجوم سنه كنا ننزل بالظبط كنا ننزل اخبار النجوم غلاف كل شهر او كل يعني مش احنا كل شهر هي بتنزل غلاف كل شهر كل 6 شهور مثلا هياخدوا شريف الست شهور دول هياخدوا شريف ومصطفى مش عارف مين دلوقتي بقى كل يوم بالظبط مش كل يوم عامل غلاف مجله ما لا هو ده بقى ده مهم بقى ان احنا الناس بتبقى عايزه تعرف اخبارك والمناسبه ايه الاخبار الجديده يا صحيت في من اي النوم. حاجه جديده هتعملها اخبار صحيت من النوم النهارده لا صيف في السقف لا قول لنا صحيح ايه بقى الجديد اللي ناوي تعمله ايه في التمثيل او في الغنى انا دلوقتي بجهز البوم جديد عامل شويه مزيكا حلوه جدا وعامل اغاني حلوه قوي انا بقى لي اكتر من 4 سنين ما عملش البوم ودي فتره كبيرة. كافيه ان انا مش ممكن وده مش كسل يا مصطفى انت ما كنتش كسول يعني انت مكسل شويه كنت فجاه كده كسلت شويه ممكن طبعا ليه؟ ممكن يبقى فيها جزء ليه؟ ممكن الشويه الاخرين دول فيهم شويه كسل بص شريف دلوقتي الموضوع مش سهل زي الاول يعني انت لما انت بتشتغل لنفسك غير على فكره الاول الموضوع ما كانش سهل لحاجه انت استعبت وكان الموضوع صعب وكان في طريق في عقبات في الاول انت اثبتت وجودك فكان صعب لغايه ما مشيت العجله وبقى في فورمات للحكايه السنه الجايه مصطفى على دماغه ومحسن جابر خلص الالبوم عشان انا مش عارف ايه عشان انت هتعمل وبتاع وفي انكم وفي منتج هيخش يصرف ويعمل ده دلوقتي انت اللي مش بتعمل كده. كل حاجه طب انت متخيل انك مطلوب منك يا شريف انك كل سنه تعمل فيلم انتاجك هتعمل ايه هتلف حوالين نفسك مش هعمل حاجه هتلف حوالين نفسك طبعًا. يعني هو ده بقى اللي حصل في سوق الكاسيت ده اللي حصل بدليل المطربين كبار جدا بداوا ينتجوا لنفسهم ده كله يعني عمرو دياب بينتج لنفسه دلوقتي انا انتجت لنفسي الفيلم اللي فات عارفين قلبي ودلوقتي بنتج الالبوم بتاعي طب والمنتجين راحوا فين خلاص مش لاقي لهم مكان بالعكس انا شايفه انه دلوقتي الاكسبوجر بقى عالي يعني الانفتاح بقى في انفتاح وبقت الناس كلها ممكن تشوف اي حاجه على اي حته وفي في اليوتيوب وفي طبعا. يعني في حاجات كتير قوي انا مش عايزاك تكسل لسبب لان انا عايزه اقول لك ان هو عمل حفلات قريب انا لسه كل عامل حفلة الشباب أولا. اللي قدنا كانوا بيتجننوا على الحفله في منتهى اللذاذه والتفاعل مصطفى قمر ونرجع من ايام اللي هو بقى عز ايام الكاسيت هو نفس الاحساس ونفس الناس مبسوطه جدا ومتفاعله جدا وكل حاجه فبالعكس ده حافز انه
بقى في سينجلز دلوقتي، يعني بقى في فكره السينجل دلوقتي. مظبوط. حابب اغنيه ده انت كمان بتلحن وبتعزف، يعني ان شاء الله تدندن حاجه كده. صح عندك حق. قصدها ايه بقى؟ تقول لي انت بقى عندك تلفزيون بتاعك. بالظبط. ما تطلع اعمل اي حاجه وبسرعه، انت تكسل لي ما هو والناس هتشوفه يعني. صحيح. في اللحظه. وده كلام، ده كلام. وتتبنى شباب وفيتشر اغاني طبعاً. مع تقدر ممكن تفكر ان انت تعمل حاجه مثلا مع حد اللي هو الاغاني اسمها ايه، المهرجانات او الاغاني اللي هو فيها الناس الشعبي اللي هو زي شيبه والحاجات دي. حصل تجارب شفتها ولطيفه على فكره جدا. مع ناس كتير عملوا حاجات. اللونين مع بعض كده. عمل مع شيبه، عمل مع شيبه ومين كمان وفي حد عمل مع ليسي مش فاكر مين. انا صح. مش فاكر بس حد عمل مع بوسي برضو. بس مطلوب اظن محمود العسالي. بالظبط. كده. بس مطلوب منك فعلا انك انت ما تكسلش. لا وتبنى الشباب. انا لسه جاي من بصي، انا حياتي اللايف على المسرح. اغني وتقول لي خايف المسرح؟ انت حياتك لايف على المسرح. والله حياتي. لا اعمل مسرح. طبعا انا فانت علاقتك بالجمهور بالمسرح. بالظبط. انا لسه من 3 ايام بالظبط كان عندي حفله لكليه الطب، بيعملوا حاجات البروم والحاجات دي، بقى في عدد كبير من الشباب اللي هو الجيل بقى دلوقتي. بالظبط. الجيل بتاع اسماء انت عارف، طلعت غنيت يعني حاجات حتى انا ما تخيلتش، حاجات من زمان شويه لقيتهم يعني حافظينها. سيبك بقى حافظينها مش حافظينها، ماشي حافظينها، بس انها لسه عجباهم ستيل. هو ده الموضوع، دي العلامه. المعنى كده بقى ايه؟ ان الفن اللي اتقدم ده مظبوط. مظبوط. واللي بيتقدم دلوقتي لو في حاجه مثلا بتتنسي في اللي بيتقدم دلوقتي يبقى ده ما في مشكله هنا. في مشكله هنا عايزه تتظبط. صح. مظبوط ولا مزبوط. لا؟ مظبوط. دي بس الحته اللي لازم تعمل حاجه مع شباب، يعني اللي هو تبقى في ميكس كده، دي هتبقى لذيذه وهتطرقع جدا. انا بوعدكم بألبوم قوي جدا يا شريف والله. ان شاء الله. ان شاء الله ده الصيف خلاص يعني، ده رسمي يعني. يعني عامل مزازيك حلوه قوي 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 ان شاء الله. وعامل وكلمات يعني هتبقى مختلف. مختلف. في تجارب للأسف. طب مختلف. تمثيل للاسف. كسبتنا يا اسماء. للاسف. في تجارب تمثيل. طيب في حاجه جديده تمثيل في ممكن؟ عندي ورق حلوه جدا جدا جدا. فانتسي فيلم. 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 فكره حلوه جدا يا شريف، لازم هبعت لك الورق تقرا. طيب. فكره حلوه جدا. طب كويس ان انت مبسوط منها. والمخرج جاهز والانتاج جاهز. المخرج جاهز. طيب لسه تمام. بس ايه، هنشوف هننتجها يعني في جهتين كده، هنشوف دي ولا دي. ان شاء الله. ان شاء الله خير. ان شاء الله. يا الله. طب انا عندي في ودني عمالين يقول لي عايزين حتى جزء صغير من سكه العاشقين وبعدين. صعبه ولا يعني عايزه كمان جات وعايزه جو كده وبتاع. مش هتقدر يا باشا. طيب احنا ممكن عاوز ايه يا شريف انت؟ اي انت حاجه انت. لا ما احنا عايزين، لا احنا عايزين اي حاجه. شوف مش اي حاجه بس بتاعت غني لنا حاجه انت بتحبها. اي حاجه نقفل بيها لان للاسف حلقه خلصت. للاسف. بس انت مزيكاتي وانا مزيكاتي فلازم يبقى في مزيكا. وهنغني مع بعض دلوقتي كمان. يلا عفرها. بينا يلا نغني. نختار ايه بقى؟ اللي انت عايزه. في اغنيه انا بحبها قوي اسمها لحظه تفاهم. انا بحبها قوي الاغنيه دي. اغنيه حلوه قوي يا شريف. بس دي بقى عايزه قبل اي كلمه تقولها عن ظنونك واللي كان. بالظبط. عايز تغنى من غير بقى حاجه خالص. طب قولها من غير حاجه. قبل أي كلمة تقولها عن ظنونك واللي كان، قبل ما تفرقنا كلمة، قبل ما يفوت الأوان، قبل أي كلمة تقولها عن ظنونك واللي كان، قبل ما تفرقنا كلمة، قبل ما يفوت الأوان، يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، محتمل نرجع وأحسن من زمان، يلا نسرق من الزمن لحظة تفاهم، محتمل نرجع وأحسن من زمان، إحنا كنا الحب ذاته،
قبل ما تسافر بعيد قلت لك خدني معاك قلت راجع من جديد احنا كنا الحب ذاته قبل ما تسافر بعيد قلت لك خدني معاك قلت راجع من جديد وتوعدنا وتعهدنا بالعيون قبل الكلام اتوعدنا وتعهدنا بالعيون قبل الكلام واتفقنا عالرسايل وابتسمنا وقمت قايل اتفقنا عالرسايل وابتسمنا وقمت قايل مستحيل في يوم تنام قبل ما تكتب لي غنوة أحس فيها فيها بالأمان الله الله يا باشا انتظرت يجيني ردك وانت عارف معنى بعدك وحدتي رجعت لي بعدك اللي غابت يوم في ظلك حيرتي زادت من ظنوني قلت أسأل ناس صحابك اللي ردوا خوفوني قالوا انسى راح وسابك إلا واحد بس قال لي بكرة راجع رغم إنه هو ده اللي تملي انت ياما خفت منه إلا واحد بس قال لي بكرة راجع رغم إنه هو ده اللي تملي انت ياما خفت منه بس صاحبك اللي قال لي اللي قال لي هو قلبي قلبي اللي ياما قلت عليه زمان قلبي اللي ياما قلت عليه زمان قلبي اللي ياما قلت عليه زمان. ميرسي يا مصطفى جدا حبيبي بجد شريف حلقه تجنن اسمع قوي انا مبسوط معاكم جدا جدا والله وانا كمان مبسوط ان انا شفتك طبعا وقابلتك يا حبيبتي ومبسوط معاك شريف قوي لان انا حبيبي. انت حبيبي يعني ماي فيفرت يا حبيبي يا حبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك انا بحبك يا شريف وانت عارف ميرسي يعني. جدا مش هتسمعونا حاجه بقى يلا يلا بقى قولوا سمعونا حاجه وصلت عسى
شعرنا وشوط على بالإيد حبيبي وسبقتنا المواعيد أنا لو فيك زورك بعناي عمره ما تمشي العربية آخر أيام الصيفي والصعب شوي شوي وصلت عساحة ميسرين وانقطعت فيها العربية برافو 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 يا مصطفى. أنا بس إيه عايز أقول لك حاجة لذيذة قوي، أنت روحك حلوة حبيبي يا شريف والله العظيم، روحك حلوة جدا جدا حبيبي يا شريف، ربنا يعني يخليك يا شريف. يعني أنه نجم كبير زي مصطفى قمر، تعالي بنتي جنبي هنا. شكرا. واحد نجم كبير زي مصطفى قمر وواقف مع فرقة يعني احنا لسه بنتعرف يعني. لا شريف الفرقة جامدة وبصراحة انتوا جامدين والمزيكا حلوة بصراحة يعني مش هنتكلم عن البلان اللي احنا اتكلمنا فيه انا وانت دلوقتي. دي خطة جامدة يا جماعة، دي فيهم مفاجأة فظيعة بس مش هنقول. مش هنقول في مفاجأة فعلا هنعملها يعني مش هنقول بالعيار التقيل ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا مصطفى جدا، بشكرك يا مريز، احسنتي جدا جدا. بس يا اسومه انت طبعا في النهارده كنت في نار نار هي المظبطه الدنيا رهيبه ان شاء الله. احنا كالعاده بقى بناخد السيلفي بتاعنا. يلا بينا يلا بينا. بس بقى باريس خش معانا في السيلفي ده بقى. النهارده كنت خطيره الذكرى الجميله. اتفضل يا فندم. اوكي انا هقف انا هنا. خش مصطفى كده. اوكي حبيبي ميرسي جدا جدا، نورتنا. ميرسي يا شريف، ده انا ميرسي والله. انا ونورتينا. يلا مع السلامه. انت ميرسي لي مع السلامه. مين اللي هيقول بنتي؟ صحيح انت. ونشوفكم الاسبوع الجاي انا وبنته. وبنتي شفتوا اللي هي لازمه ازاي. شريف غني عالتعريف وانا اسمى يا ناس. لا بنت شريف ودخلنا بقى في فرض القرارات والسيطرة مع حب التخويف. انا بابا يا بنت واديني زعلت. سوري يا حبيبتي يا ما استحملت. بتدوس لي على الوتر الحساس علشان تكسب جولة وخلاص. الموضوع بينا ده اكبر من مشكلة في اسامي. ده صراع داير من عصر رحيل رمسيس الثاني. الموضوع بينا ده أكبر من مشكلة في أسامي. ده صراع داير من عصر رحيل رمسيس الثاني. ما هو أي جيل في فرق سنين بينهم هتلاقي دايما عاملين ناهر ونقيل. طبعا عارفين هنحلها فين أنا وبنتي.